كيف يكون معنا الأستاذ الكبير محمد سعد بنيدي ولا نأخذ منه نصيحة في كبسولة لزملائي وأبنائي المحامين الشباب؟ هو في الحقيقة يعني مؤتمرات العلم بأمانة جديدة، يعني أنا أعشق الحضور فيها مستمع قبل أن أكون متكلم، فأنا حقيقة قد استفدت ممن سبقوني. دكتور محمد الحسيني زملني في العمل التطوعي مع أستاذنا النقيب الجليل رحمة الله عليه رجاء عظيم. تحية إلى روحي الخالدة، ونسأل الله تعالى أن يكون في عليين. وأشكر بالطبع أستاذنا الكبير القدير النقيب محمد راضي مسعود الذي أشعرني أن رسالة الأستاذ النقيب رحمة الله عليه رجاءه عطية والتي أوصى بها في علم المحامي ومكنته في الوقوف في منصة الدفاع أمام هيئات المحكمة على اختلاف درجاتها وأنواعها، أن يكون المحامي متمكنا من أدواته في منصة الدفاع ينظر إليه على أنه فاس كالفرسان لا يكون قليل علم أو قليل شجاعة أو قليلا أو متراجعا في المبادرة على هذا النحو. يعني في الحقيقة أنا أقول أتبرع عشان الوقت وعشان نقول ما قل ودل في المسألة، أنا والله جيت هنا وكان لم يحدد لي برنامج في الحديث يعني، وهذه الكلمة كلمة مرتجلة على نحو ما طلب مني يعني، ولكن أنا أريد القول بإني في طالما الأمر يتناول بنيان المحامي المحترف، تكلم الأستاذ الدكتور محمد الحسيني عن البنيان كما أوضحه، ولكني أنظر بنظرة عملية يدركها من مارس المحاماة من أساتذتنا الأجلاء الحضور وأستاذنا الأستاذ النقيب محمد راضي مسعود، نشهد له من صولات وجولات في منصات الدفاع، وكذلك الأخي الأستاذ دكتور محسن باتع على نحو ما ارتأينا فيه من مهارات في الدفاع قد توج بها مهنيتهم بما يتيح لكل من يريد العلم من شباب المحامين أن يتعلم. نصيحة باختصار شديد، أنا قد كتبت في مدونة السلوك المحامي تحت ما يسمى سلوكيات المحامي في مدونة السلوك المالي للمحاماة 20 مادة قد قمت بكتابتهم حال حياة وولاية الأستاذ النقيب الجليل رجاء عطية، ودائما وأبدا كنت ما أحسن نفسي من مدرسته التي بأمانة شديدة أشهد له أنه لولا صياغته لي كمحامي ما وقفت بين أيديكم الآن. فالمواد العشرين طلبت من الأستاذ النقيب بعد كتابتهم أن يتم تسجيلهم، وذلك حتى ينتفع بهم شباب المحامين، لأن المعلومة المسموعة أقرب إلى المحامي الآن وفي عصر التكنولوجيا الإنترنت إلى المحامي من المعلومة المكتوبة. ورحب سيادتي رحمة الله عليه بتسجيل المواد العشرين، وهم من يريد أن يبحث على اليوتيوب بكتابة سلوكيات المحامي وفقا لمدونة السلوك المالي للمحاماة سيجدهم إن شاء الله بهم تناول سلوك المحامي منذ نشأته، أي استخراجه لرخصة ممارسة المحاماة وهي الكارنيه، إلى أن يتم تصفية مكتبه إما بترك المهنة أو الوفاة. المواد متعددة ولا أريد أن أتطرق إليها، وذلك لتعذر ذلك بالنسبة لضيق الوقت. هذا بالنسبة للبنيان. في مسألة المرافعة وبسرعة شديدة أيضا، يدرك ذلك أيضا الأساتذة الأجلاء الذين يقفون في منصة الدفاع من أن الارتجال
كما تعلمنا من أساتذتنا الأجلاء من سبقونا في العلم ومن علمونا، وخاصة أستاذي النقيب الجليل رحمة الله عليه رجاء عطيه، أن الارتجال هو جوهر المرافعة. لا مرافعة دون ارتجال، يعني لا أحد يقوم بتجهيز المرافعة في مكتبه مثلا وإعدادها ثم حفظها ولو باللغة العربية السليمة، ثم أن يأتي أمام المحكمة ليلقي خطبة أمام المحكمة. ولذلك أنا قلت حال حياتي رحمة الله عليه، وصفق لي على هذا الأمر في صفحتي لأنه كان يشرفني بالتواجد على صفحتي وتناول التعليق على بعض ما أكتبه، من حلو أستاذ لتلميذه وتواضع أستاذ على تلميذه أيضا. قلت بأن مرافعات قضية القرن ما كانت إلا خطبا أعدت لسامعها. أنت تقف أمام منصة دفاع، تجد المستشار يقول للأستاذ تفضل، ثم يقوم الأستاذ بقراءة مرافعتي على النحو التي أعدت، لا يقاطع من قبل الهيئة الموقعة ولا يناوب من قبل النيابة العامة كقاصر شريف في الدعوة، ولا المدعي بالحق المدني يستطيع أن يسكته أو يقاطعه أو يطلب من المحكمة الرد على هذا الدفاع أو. فهنا لم تكن هذه مرافعات بالمعنى المتعارف عليه بالنسبة للمرافعة. هذا ما قلته وأيدني فيه الأستاذ النقيب رحمة الله عليه. الارتجال، ما معنى الارتجال والكلام بالنسبة لشباب المحامي؟ الارتجال هو أنك إذا ما دخلت قاعة هذه المحاضرة وأنت معد لإلقاء كلمة، وقد قمت بتجهيز هذه الكلمة وقمت بصياغتها وإعدادها لغويا ثم صعدت على هذه المنصة لتقول هذه الكلمة، فهذه كلمة معدة لا مرتجلة. أما الارتجال هو أن أستنهض أحدكم من الحضور الكرام وأقول له نحتاج لخبرتك مثلا أو نحتاج لعلمك، فقم وألقي لنا كلمة في هذا المضمار، فيقوم من نستنهضه دون إعداد منه ودون ترتيب منه ثم يحضر ويقول هذه الكلمة. هو يقول المعنى الذي يود أن يطرحه علينا ويبحث عن الكلمة التي توصل هذا المعنى. إذن من يقول الكلمة مرتجلة هو من يعبر عن المعاني ويبحث عن الكلمة التي تعبر عن المعاني في وقت وفي حينه، وتلك هي المرافعة. هذا هو حيوية الحديث وهذا هو التفاهم. لا نعبأ مثلا بالقول متى نسكت أو متى نتكلم أو متى نلفت نظر القاضي أو. نعم كل ذلك له قواعد، وأوصى أستاذ النقيب رحمة الله عليه ويعلم ذلك بالطبع أستاذ النقيب محمد رضي مسعود أنه أوصى بكتاب الفنان عبد الوارث عصر في كل محاضراته التي ألقاها رحمة الله عليه، وهو فن الإلقاء. وفن الإلقاء هو من يعلم المحامي كيف يتكلم وكيف يكون حديثه ومتى يقف ومتى يعلو بنبرة صوته ومتى يخرج بها حتى يكون حديثه على نحو شيق يستطيع به أن يجذب السامعين وأن يؤثر في مشاعرهم. وأنت تحتاج بالطبع للتأثير في ودان قاضيك الذي تقاطبه، وهو بالطبع كما نود أن نوضح أيضا حتى ننهي الكلمة بأن أصعب خطاب في الارتجال هو خطاب المحامي. لماذا؟ لأن المحامي حينما يتكلم ليس من يحضر مثلا لأداء ندوة أدبية أو يقوم بخطاب سياسي في البرلمان أو غيره، لأن كل هؤلاء يعدون الكلمة ويعرفون الموضوع الذي سيقومون بالحديث فيه. أما المحامي فحينما يتحدث فإنه تأخذه المعاني وتطغى على تركيزه على الألفاظ والمباني، لأنه مشاعره
مسلوبة منه، وذلك على منتهي الذي يقوم بالمرافعه والمدافعه عنه، ومشاعره ماخوذا من قاضيه الذي يخشى عليه من الا يصل اليه فيضيع منه موكله، وبالتالي فهو موضوع تحت ضغط يحسن عليه ولا يوضع مخاطب غيره فيه. فالمحامي أصعب خطاب للارتجال هو خطاب المحامي. كان الله في عوني وسدده وسدد خطانا جميعا على طريق الحق، وجعلنا وإياكم نصرة للعدالة. وسعدت بهذا اللقاء حقيقة، أشكر لرقيبنا الممجل محمد راضي مسعود الذي أقول فيه بأن لجنة الفقه هي صوغ المحامي وبنيان المحاماة، وهو من يقوم بذلك، وهذا هو العمل الجليل الذي ركز عليه أستاذنا النقيب الكبير رجالي عطية رحمة الله عليه حينما قال بأن النقابة لها رافدين، الرافد الأول وهو المحاماة وبنيان المحامي الأول، وهو ما تقوم به لجنة الفكر. الثاني هو المسألة الخدمية والتي يقوم فيها أعضاء مجلس النقابة ونقيبهم بأداء الخدمات التي ينتظرها منه المحامون. أشكر لكم وأتمنى أن يكون لقائي بكم دائما وأبدا في محراب العلم والتعلم، وسعدت بهذا اللقاء وأتمنى لكم عاما قضائيا جديدا. شكرا جزيلا.